بشغلي ملهم أو بشتغل على كل إشي بشوفه حوالي أو كل المشاكل خصيصاً اللي بتوجه لها كإنسان فلسطيني كمهدي عايش بهذا البلد، كان من مواضيع كانت اجتماعية أو سياسية أو دينية كمان بنقدر نحكي، بس إحنا موجودين بمكان اللي عمره مكان طبيعي يعني، فمنه بستلهم شغلي وموادي وأفكاري وكل المواضيع اللي بشتغل فيها. أبوي هو خطاط، أستاذ وخطاط، وكمان بيعمل لوحات إعلانية، وأمي خياطة، فمن هنا أنا ماخذ كمان موادي. أنت كفلسطيني بتيني أولاد مجبور أنك تكون البطل المقاوم اللي عندك شكل، عندك هيبة معينة اللي كل العالم العربي خصيصاً والعالم الغربي كمان بيطلع علينا بهذه النظرة. فأنا من هنا بلش شغلي وتفكيري إنه بدي أكسر هذا السؤال. من وأنا صغير كنت عندي حب الاستكشاف والتركيب، وبدي أعمل فن، يعني دايماً الفن لافت انتباهي، فدرست تصوير ودرست فنون، فمن هنا بلش شغلي. يعني أخذت كل خلينا نحكي الخلفية الفنية اللي بعرفها كانت بالمواد والرسم والتجميع المواد الموجودة، خلينا نحكي الفاوند أوبجكتس، فاوند إيميجز، وأركبها على بعض.